اهلا بيك يا هواجيه، فيديو جديد. وفيديو النهارده هيبقى اولى حلقات الفانتزي، وهنتكلم في نصائح الفانتزي. هتجيبوا مين وتمشوا مين، وايه افضل اللعيبه واحصائيات اللعيبه وايه افضل تشكيل، واتكلم عن تشكيلتي وكابتن مين الجوله الجايه، وهنتكلم في كل حاجه. بس قبل ما ناخدش في اي حاجه، انزل اعمل لايك واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان تيجي حلقات اول باول، ويلا بينا. حطني رقم واحد في القصير. خلينا نبدا بالجوله الاولى. الجوله الاولى ما قدرتش اعمل عنها حلقه قبليها بسبب ظروف كده، ما قدرتش اعمل الحلقه قبليها، بس هو بدنا نرجع ونحاول نلحق الموسم. هنتكلم عن الجوله الثانيه، بس خلينا نتكلم عن الجوله الاولى الاول، وانا وقعت في ايه والمشاكل اللي كنت محتار فيها. يعني اولا انا كنت محتار بان انا ابدا بصلاح ولا ما ابداش بيه اصلا. دي كنت محتار بينها جدا، ابدا بصلاح اخلي صلاح بعد كده في الجوله الثانيه اعمل اغيره واجيب دي بروين، ولا اشيل صلاح اصلا من التشكيله واغير التشكيل وفلوس واصرفها على كذا لاعب تانيين مهمين، ولا افضل مع صلاح. بقت في حيره كبيره جدا، بس قررت ان انا هبدا بصلاح بس مش كابتن صلاح، هكابتن اوباميانج. اوباميانج بعد ما كابتنته جاب لي 14 نقطه وجاب لي نقط ناعمه، ما هو جاب جون واحد بس، لكن ناحيه ثانيه صلاح جاب لك 20 نقطه، فاللي هو انا كان في مشكله كبيره. وفي مشكله ثانيه برضه اللي كنت محتار ما بينها، المهاجمين. انا بدات بالمهاجمين بتوعي، بدات بويلسون، بدات بميتروفيتش، بدات بادمز بتاع ساوثهامبتون. فحاولت ان انا ابتديت افكر، طب اجيب بامفورد بتاع ليدز، طب اشيل ميتروفيتش واجيب لاعب تاني، طب افضل على اللعيبه ديت، طب اجيب فيرنر وبعد كده في نص الملعب اجيب حد تاني. حاولت اظبط التشكيله، في اخر لحظات شلت فيرنر من التشكيل، جبت ويلسون، ونوعا ما بفلوس ويلسون شلت لاعب تاني من نص الملعب تريم بسوما بتاع برايتون وحطيت فلوس عليه، وجبت بوليسيتش بتاع تشيلسي، فبوليسيتش ما لعبش. فالجوله الاولى اي نعم جبت في الجوله الاولى 66 نقطه، بس الجوله الاولى انا مش راضي عنها. اكتر لاعب جاب نقط الجوله دي هي محمد صلاح، جاب لك 20 نقطه، جاب 17 نقطه، خد 3 نقط بونص. فدي كانت تشكيلتي، التشكيل اللي انا الدفاع ضرب مني، ديرتي وارنولد ما عملوش حاجه، اللي عمل حاجه لوكا ديني. اللي في نص الملعب بوليسيتش ما لعبش اصلا، وبعدين جاب لي 14 نقطه ماشي، سان ماكسيمان جاب لي تقريبا نقطتين او ثلاثه، وصلاح جاب لي 20 نقطه، والمهاجمين بتوعي اللي عمل حاجه في الثلاث مهاجمين هو هاري ويلسون. فاللي هو الحمد لله، انا الحمد لله على الجوله الاولى، والحمد لله على اللعيبه اللي في التشكيل، ونشوف هنعمل ايه في الجوله الجايه. حطني رقم واحد في القصير. نصيحه لازم اقدمها لك قبل ما اتكلم في اي لعيبه هي الصبر. اصبر، ما تجريش اول جوله جبت مثلا نقط قليله، او صاحبك اللي اعلى منك جاب نقط كتير وانت جبت نقط قليله، فتجري تعمل وايلد كارد مثلا وتغير تشكيلتك كلها، او تعمل ماينس 12 ولا ماينس 18 ولا ماينس 24 وتغير تشكيلتك كلها بالماينس عشان تجيب كل اللعيبه اللي جابت نقط. بعد كده بعد الجوله الثانيه من اللعيبه اللي جابت نقط دي ما تجيبش نقط تقول ياه يا ريتني فضلت وصبرت. لا، اصبر، ما تتسرعش، حاول انت تعمل تشكيلتك للمدى البعيد، ما بتعملش تشكيلتك عشان الجوله الاولى او الجوله الثانيه بس، لا اعمل تشكيلتك للمدى البعيد ل 8 ولا 9 ولا 10 حتى جولات لحد ما تفكر تلعب الوايت كارد. فاصبر اصبر اصبر، اكتر حاجه هتفيدك في اللعبه دي هي الصبر. طب خلينا نتكلم في شويه احصائيات وشويه لاعبين لازم نتكلم عليهم. بعد الجوله الاولى في ناس كتير ابتدت فاضل بين كارفت لوين وبين ريتشارلسون. الناس بتقول لك لا 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 لا، ريتشارلسون وحش، ريتشارلسون بعيد عنه، بدايه انفرادات ولاعب كده عنده العرق البرازيلي، فنبعد عنه ونجيب كارفت لوين. طب اقول لك شويه ارقام وشويه احصائيات، مش بقول لك عليها، مش بقول لك على اساس هتختار لاعب مين، بس حاول ان انت تفكر وتشوف الاحصائيات قبل ما تختار. هسرد لكم احصائيات كارفت لوين وريتشارلسون في مباراه توتنهام بس، ونشوف مين هم، مين افضل، مين لعب مباراه افضل من التاني. ريتشارلسون في مباراه توتنهام شاط 7 كور، وكارفت لوين شاط كورتين بس. ريتشارلسون شاط 5 كور من 7 من جوه منطقه الجزاء، كارفت لوين شاط كورتين بس جوه منطقه الجزاء. ريتشارلسون صنع فرصتين، وكارفت لوين ما صنعش ولا فرصه. طب واحد يجي يقول لي يا مصطفى، طب الاحصائيات دي نجيب منها ريتشارلسون ونجري على ريتشارلسون، ولا نجيب كارفت لوين؟ كارفت لوين هو اللي جاب الجون ضد توتنهام، لكن اللي شاط اكتر هو ريتشارلسون، اللي شاط جوه منطقه الجزاء ولمس الكوره جوه منطقه الجزاء هو ريتشارلسون، واللي صنع فرص او خلق فرص اكتر هو برده ريتشارلسون. طب ايه يا معلم، نجري كده على ريتشارلسون؟ لا، ما تجريش ولا على كارفت لوين ولا ريتشارلسون. انا كواحد، انا مصطفى بفكر اجيب كارفت لوين اللي هو المهاجم هو اللي اقرب للجون، بس بحاول اصبر شويه اشوف ايفرتون اكتر، اشوف ريتشارلسون هيعمل ايه الماتشات الجايه، اشوف كالفرت لوين هيعمل ايه الماتشات الجايه، مش قادر اقرر اجيب مين فيهم، بس
اصبر شوفهم الماتشات الجايه يعملوا ايه. اللحظات اللي قلت لك دي تبين لتشيلسون افضل من كالفرت لوين، والناس اللي جريت راحت جابت كالفرت لوين تقول لك لا 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 تشيلسون وحش. اصبر يا معلم، ممكن الماتشات الجايه لتشيلسون الفورمه بتاعته تعلى جدا وكالفرت لوين هو اللي يقع فورمته، فانت اصبر قبل ما تتسرع وتشتري اي لعيب. اكتر لعيب شاط في الجوله دي كلها هما لاعبين، محمد صلاح بسبع كور وريتشارلسون بسبع كور. اكتر لعيب شاط جوه منطقه الجزاء هو محمد صلاح بست كور. اكتر لاعب خلق فرص او عمل فرص هو جيمس رودريجز مع فيرتون بخمس فرص. نخش في الفقره اللي هتفضل مستمره معانا طول الموسم، وهي مين تجيبه ومين تسيبه. في مين تجيبه؟ لازم تجيب لاعب مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد عنده الماتش الجاي كريستال بالاس، وانا برشح لك تجيب لاعب من الاثنين، يا اما تجيب مارسيال يا اما تجيب راشفورد. واحد يقول لي يا معلم ازاي نجيب مارسيال راشفورد بس ما نجيبش برونو فرنانديز؟ انا بقول لك اصبر شويه على برونو فرنانديز، واللعيبه اللي ممكن تعمل حاجه او مضمونه نوعا ما مانشستر يونايتد يقدروا يعملوا حاجه هو مارسيال وراشفورد. لو عايز كابتن حد فيهم كمان ضد كريستال بالاس تقدر تعمل كده، بس حاول تجيب حد فيهم، لا راشفورد لا مارسيال. لو عرفت تجيب الاثنين خير وبركه. بس اللاعب اللي فعلا اللي انت تروح وتفكر بجديه اللي انت تجيبه هو جيمس رودريجز من ايفرتون. ايفرتون الماتش الجاي عنده ويست بروميتش، ويست بروميتش لسه صاعد من الشامبيونشيب، وجيمس رودريجز شفناه ضد توتنهام صنع لك خمس فرص. ده مش بقياس ان جيمس رودريجز ضرب في السماء وبقى لاعب جامد، لا، جيمس رودريجز بادي بدايه حلوه في البريمير ليج. ممكن الماتشات الجايه او الجولات الجايه جيمس رودريجز ينزل مستواه جدا في الارض، ممكن الماتشات الجايه يقل جدا وتبقى خسرته. فكر كويس جدا في جيمس رودريجز واثنين من لعيبه مانشستر يونايتد او حتى لاعب منهم. اللعيبه دي لازم تفكر فيها، واكيد مانشستر سيتي لازم تجيب لعيبه، بس اللعيبه اللي تفكر فيها بجديه هم راشفورد مارسيال وجيمس رودريجز. في مين تسيبه بقى؟ مش عايز اكذب عليك واقول لك سيب اللاعب ده، اللاعب ده وحش. لا يا معلم احنا لسه في الجوله الاولى، لسه ممكن ما تسيبش حد، بس بقول لك اشتري اللاعب ده فانت اكيد هتسيب حد. فانت شوف بقى على مزاجك، انت عايز تسيب مين من تشكيلتك او عايز تضحي مين من تشكيلتك وتجيب اللعيبه دي. بس انا من وجهه نظري انا مش لاقي حد اقول لك ليه تسيبه، لان لسه دي الجوله الاولى. ونيجي للفقره اللي هتفضل معانا برده مكمله لنهايه الموسم، وهي تكابتن مين. في الكابتنه المضمونه عندك بير امريك اوباميانج. اوباميانج جاي نعم في ماتش فولهام ما عملش كتير وجاب جون واحد بس، لكن اوباميانج لسه مجدد عقده مع ارسنال، وكمان الماتش الجاي ارسنال ما عندوش فريق تقيل، عنده ويست هام. ويست هام مع ديفيد مويس نوعا ما سيء، فممكن تلاقي جدا اوباميانج بقى بيحتفل بالعقد الجديد ويجيب لك جون ولا اثنين ولا جون واسيست. هم بير اوباميانج من الكابتنه المضمونه. الكابتنة الريسكية وهي محمد صلاح ضد تشيلسي. واحد يقول لي ازاي يا معلم بكابتنة ريسكية؟ اقول لك اه كابتنة ريسكية اللي انت لسه مش عارف دفاع تشيلسي، هل دفاع تشيلسي قوي محمد صلاح يقدر يجيب جون واثنين فيه، ولا دفاع تشيلسي قصدي دفاع تشيلسي ضعيف محمد صلاح يقدر يجيب جون واثنين فيه، ولا دفاع تشيلسي قوي ويقدر يقفل على محمد صلاح؟ الله اعلم. بس الريسكية او الكابتنة الريسكية هي محمد صلاح. ناس كتير تلاقي كابتنة محمد صلاح ضد تشيلسي، ناس كتير مش مكابتناه، بس الكابتنة الريسكية هي محمد صلاح. وفي الكابتنة الريسكية برضو عندك مارسيال وراشفورد من مانشستر يونايتد. نعم مانشستر يونايتد لسه راجع، لسه أول ماتش ليه في البريمير ليج ضد كريستال بالاس. اه مارسيال وراشفورد الكابتنة تبقى كابتنة ريسكية، اللي أنت مش عارف مستوى اللعيبة دي هل هتعمل حاجة ضد كريستال بالاس ولا مش هتعمل حاجة، عشان كده راشفورد ومارسيال من الكابتنة الريسكية. من الكابتنة الصايعة عندك أجويرو من مانشستر يونايتد. مانشستر سيتي عنده ماتش ضد ولفرهامبتون، لسه راجع برضو اول ماتش ليه في الدوري ضد وولفز. فعندك اجويرو كابتنه الصايعه، كابتنه مش هتلاقي ناس كتيره مكابتناها، بس كابتنه الصايعه يا اما تكابتنه ما عملش حاجه وتبقى ضربت الكابتنه بتاعتك، يا اما كابتنته وبقى عمل حاجه ويرفعك في الليج او يرفعك في الدوريات اللي انت فيها. فانت يا معلم دي كابتنه صايعه اجويرو من مانشستر سيتي. الكابتنه الصايعه برضو عندك دي بروين ضد الولفز. عندك بروين مانشستر سيتي عند الولفز برضو، دي بروين ما تعرفش مستواه ايه، هل مستواه عالي هل مستواه سيء ما تعرفش، فدي برضو من الكابتنه الصايعه. عندك برضه شويه حلول كده في الكابتنه الصايعه ممكن تفكر فيها. عندك مثلا هاري كين مع توتنهام، عنده ساوثهامبتون، عندك بينفورد من ليدز يونايتد عنده فولهام ودفاع فولهام خربان، عندك جيمس رودريجيز او كالفرت لوين او ريتشارلسون من ايفرتون، عندك كمان ويلسون من نيوكاسل ضد برايتون. فانت الكابتنه الصايعه عندك ناس كتير، اجويرو دي بروين هاري كين ويلسون، عندك كابتنه كتير جدا في الكابتنه الصايعه. بس الكابتنه الصايعه دي مش بقول لك يا معلم روح كابتن اللاعب ده، لا بقول لك دي كابتنه صايعه، يعني يا اما يعمل حاجه يا ما يعملش. انا في الجوله دي نهيت على العالم المليون و100 الف، لو كنت كابتن صلاح في الجوله دي كان علاني جدا وعليت على مليون و100 الف، بس الحمد لله والجولات الجايه ان شاء الله نعلى اكتر واكتر.
بس هي دي حلقة الفانتسي الأولى من قهوة الفانتسي، وإن شاء الله الحلقات الجاية تبقى قبل كل أسبوع من الفانتسي. لو على بدل حاسس تعمل لايك، ولو عندك أي سؤال في الفانتسي في الكومنتس وأنا هرد عليك، ولو عايز أقول لك نصايح في تشكيلتك سيب لي تشكيلتك في الكومنتس برضو وهرد عليها في الكومنتس، أو ممكن هرد على الحلقة الجاية لو أنت عايز مثلا أحلل لك تشكيلتك أو كده برضو سيبها في الكومنتس وأكيد نتكلم عنها في الحلقات الجاية، أو هرد أنا عليك في الكومنتس وأقول لك تشيل مين وتجيب مين. بس هي كده دي حلقة الفانتسي. لو عجبك الحلقه ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان الحلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي في فيسبوك وتويتر وانستجرام بننزل حاجات جديده عن القناه هناك، روحوا تابعوني واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.